يمكن اكو الكل شاهد انه بالفتره خلينا نقول خلال الاسبوع الماضي انه تكاثرت النفايات بشكل كبير جدا لاضراب عمال النظافه اللي يطالبون بتعديل سلم الرواتب. ناقشناه على هامش الاجتماع انه كيف نعالج هذا الموضوع. تعرفون هذا الموضوع خارج انه اراده الحكومه المحليه ويراد له انه هذا الموضوع اراد له تشريع او اراد تعديل من الحكومه الاتحاديه لكي انه يعدل سلم الرواتب. هذا الموضوع موضوع اتحادي بحت، لكنه انا شخصيا اقول انه هذا يجب ان يدرس، لكنه هي موضوع النفايات وان شاء الله انه يعالج. عندنا بعض المواضيع على ما انه نشوف تعليمات الموازنه اقولها ممكن انه نعالجه، مو بتعديل سلم الرواتب، انه نعالجه انه نساعد الاخوان الموظفين باضافه حوافز او ساعات اضافيه او مكافآت لتحسين رواتبهم.